أيضا للمزيد ينضم لنا النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسيادتك. يعني معالي النائب، برضو عايزين نرصد، خلينا نتكلم عن الشباب. يعني الشباب بالتحديد شفناهم النهاردة عنصر بارز في المشهد الانتخابي من صباح اليوم وحتى الآن. ده بيعكس إيه يا فندم؟ شايف إن حضرتك الوعي عند الشباب زاد، اهتمامه بالوطن زاد، اهتمامه بالأمن القومي للوطن زاد، شايف إزاي اهتمام الشباب بالمشاركة في العملية الانتخابية؟ طيب، هو الحقيقه انا يعني في عدة ساعات كده الغرفه المركزيه اللي احنا عملناها في حزب العدل اللي تابعت ورصد الانتخابات من حوالي 15 محافظه، الارقام اللي جايه انا شايفها مبشره، لان كان يمكن في نشاط اكثر في اول ساعتين قبل ما الناس تروح شغلها، بعد كده الاقبال يعني رجع للمتوسط ثاني. انا في اعتقادي انه الشباب هم المستقبل وهم 60% من الشعب المصري، ومنطقي جدا ان هم يبقوا موجودين متصدرين المشهد. المهم ان هم يبقوا عارفين انه في الاخر اتخاذ القرار ده بتاعهم هم والبلد دي بتاعتهم هم، فعنده 4 مرشحين اي شاب يقدر يختار من ما بينهم، وفي الاخر اختياره هو اللي هيتحط في الصندوق وهو اللي هيطلع. فهي دي الفكره، يعني في الاخر المشاركه نفسها مهمه جدا ولابد من الممارسه السياسية بعد كده. يعني احنا بنطالب الشباب مش بس بالتصويت في كل استحقاق انتخابي، احنا بنطالبهم للانخراط في الاحزاب والجمعيات والكيانات اللي بتشتغل في العمل العام، لانه في الاخر دي بلدهم. يعني حضرتك شايف ان التحديات اللي بتواجه الرئيس القادم لمصر هتكون كبيرة في ظل المتغيرات الكبيرة اللي حوالين مصر الفترة الحالية؟ الحقيقة طبعا التحديات كبيرة وبعضها غير مسبوق. يعني احنا يعني بص على الخريطة كده فيها مشكلة كبيرة جدا، يعني كل الدول المحيطة في مرحلة صعبة للغاية، عندك كمان يعني مشاكل دولية خاصة بالتجارة والتضخم، ضغط على العملة الصعبة، فيعني لا في 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 تحديات كبيرة، بلاش نقول مشاكل. الهدف هو انها يعني ان شاء الله الفترة الجاية نواجهها سوا، هي فكرة انه نواجهها سوا دي مهمة جدا، لابد من كل يقول رأيه. كان في حاله حوار قبل الانتخابات الرئاسيه وغالبا هتستأنف بعد الانتخابات، لابد ان يبقى في تجميع لكل الافكار من ولاد مصر المخلصين، وفي الاخر يعني اللي توافق عليه ينفذه واللي ما توافقش عليه يبقى بيتنفذ على مسؤوليه الحكومه، وفي الاخر في اليات لمحاسبتها سواء كان في البرلمان او كان في مجالس الشعبيه لما تتعمل. هي دي الممارسه الديمقراطيه اللي احنا بنتمناها وبنتمنى الوصول اليها في جمهوريتنا الجديده ان شاء الله.